السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة أم عبد الرحمن. إن شاء الله نلقاكم كامل بخير. وصفتنا لنا اليوم تحلية الغافايلو لعشاق جوز الهند. جبت لكم تحلية خفيفة وبنينة، يعني بالخف تحضروها، واللي منحلي فيها أنها ما تجيش حلوة توالم بزاف مع سهرة رمضان الكريم. لكم يلا بينا نحضروا هاد التحلية الراقية. مش هنحتاجه في التحليه تاعنا. عندي هنا 500 مللتر حليب، عندي 120 غرام تاع سكر، عندي 70 غرام تاع جوز الهند لافاني، وعندي صفار حبه بيض، وزوج مغارف تاع النشا، وفي الاخير نضيف له مغرف تاع زبده. ندير عليها اول حاجه 120 غرام سكر، نضيف عليها زوج مغارف تاع مايزينا، بسم الله كونوا معمرين مليح، وندير هنا مغرف افاني، بسم الله وصفار حبة بيض. خلط كلش، نحطهم فوق النار يغليو. احنا بعد ما غلى الخليط تاعي، شوفوا كيفاش يعني جمد شويه، نضيف عليه قلت لكم 70 غرام تاع جوز الهند، وندير عليه مغرف صغيره تاع مارغرين. نحرك مليح الخليط ديالي، التحلية بزاف بنينة، تجي خفيفة توالم مع سهرات رمضان إن شاء الله. نجيب هاد النوع تاع الكاطو، قلت لكم بجوز الهند نحي حوالي 100 غرام، نحيهم باش نديروهم في الفيغين تاعنا. نجيب هنا لي فيغين، هنا بعد ما رحيت الكاطو ديالي نحطو في الوسط، ما حنضيف له ولا شيء، نخليه هكا. زدت شويه، نجيب نعمر هنا لي فيغين، نزيد شويه تاع كاطو، حتجي بزاف بنينه. قلت لكم هاد التحليه وتكون ناقصه حلاوه، ماهيش راح تجي حلوه بزاف، يعني ماهيش راح تقهمهم. نزيد نكمل الطبقه اللي فاتت، هنا بعد ما بردت شويه التحليه ديالي طلعت هنا شويه تاع شانتيي، هذه اختياري، تحبوا ما تضيفوش الشانتيي ما تضيفولهاش، يعني راح تزيد لها يعني طعم وبنه. دائما كما نقول لكم التزيين يقعد اختياري. التحليه تاعنا هذيك واجده معنا سهلة،
البنه قلت لكم ما شاء الله نضيف عليها شويه تاع كابو اللي قالت لي وتكون حاضره معنا التحليه تاعنا. شربوها ماكوش رايحين تندموا. وانا ما بقى لي نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.